عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا ببطرون بلوزه بشكل سهل قوي قوي وبسيط. البلوزه من غير كتف خالص، عباره عن ان احنا هنعمل البطرون الاساسي وهنعمله بعد كده تعديل عشان خاطر يبقى البلوزه اللي جنب اللي بنفس الشكل ده. هي بلوزه جميله جدا جدا وحلوه قوي قوي، وتنفع كمان للمحجبات وتنفع للمش محجبات بطريقه حلوه قوي قوي وسهله وبسيطه. كل عليك لايك جنب وتعليق واشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو مره تشوفيني او مره تعرفيني. وبس كده، ويلا بينا نشوف البلوزه هتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا تاني مع بعض بالفيديو. بصوا يا جماعه، دي البلوزه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. هي البلوزه هنا ما فيهاش اي، يعني شلنا منها جزء بتاع الكتف ومن نفس الاتجاه التاني، وهي بتتلبس بنفس الشكل ده كده او بنفس الصوره اللي ظهرت في الاول. بصوا هي شكلها جميل جدا وحلو قوي وسهله. تمام، هي هتتعمل ازاي؟ عن طريق البطرون الاساسي، فاحنا ده اللي هنعرفه النهارده. اول حاجه خالص هنرسم البطرون الاساسي. طبعا متعودين اي حلقه جديده بنعملها لازم نرسم فيها البطرون الاساسي عشان خاطر الناس اللي لسه داخله جديد تبقى عارفه شغلنا بيبتدي ازاي. 10 سنتي، واشرح الخطوط اللي انا بعملها دي دلوقتي. بصوا يا جماعه، اول خط انا عملته خط اكبر حجم، واللي هو عندي اكبر حجم الستر. وبعدين نزلت هنا النقطه دي عملتها عشان خاطر هو من اول النقطه دي لحد النقطه دي ده طول الظهر، فانا طول الظهر ده قسمته على جزئين، فعملت هنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي، والنقطه دي نقطه دوران الستر والنقطه دي نقطه دوران الوسط. تمام، فاحنا هنا كده هنحط بعد كده الدورانات الاساسيه بتاعتنا، واللي هي دوران الصدر 10 سنتي، ثانية واحدة، اللي هو اساسا انا بشغل عليه كل البطرون، والدوران التاني اللي هو دوران الوسط 8 سنتي. تمام، طبعا المقاسات دي مقاسات مصغرة مش مقاسات حد معين عشان خاطر الناس لسه داخلة جديد، دي مقاسات مصغرة مش مقاسات حد معين. دوران الرقبة 3 سنتي ودوران الرقبة الخلفية 1.5. وبعدين هناخد هنا دوران الرقبة، هناخد كمان عرض نزول الرقبة، هيبقى 4 سنتي. وهنعمل كده حردة الرقبة. تمام، عايز تعمليها بايدك تمام، عايز تعمليها بالفرنش كيرف برضو تمام، هتبقى سهلة وبسيطة عليكي. بصوا هي كل عليكي بس انتي تعملي ايه البطرون واحدة واحدة كده، هتلاقيه جه معاكي. تمام، وهتاخدي من نقطة حردة الرقبة دي هتاخدي منها طول الكتف، فطول الكتف عندي انا 6 سنتي. هحط الستة دي، بصوا يا رب تكون واضحة، هحط الستة دي عند الخط اللي احنا عملناه، الخط المايل ده، واللي هو المفروض يبقى بالنسبة للمقاسات الطبيعية 3 سنتي، المقاسات المصغرة 1.5. تمام، وعملت كده خط الكتف بتاعي، وبعدين هنزل بخط الكتف ده هنزل بيه كده، وبعدين هطلع هنا 4 سنتي. تمام، بعدين هناخد هنا نقطة 1 سنتي نطلع بيها عشان خاطر نعمل الحردة الجيرو الأمامية وحردة الجيرو الخلفية. هي هتفرق كتير؟ لا مش هتفرق، ان كده كده بشيلها اصلا معايا في التفصيلة بتاعتي. هو ده التفصيل يا جماعة، ان انا ارسم البطرون بالشكل ده وبعدين ارجع اقصه وارجع كمان اقصه على القماش، هو ده التفصيل. تمام، بصوا بقى هنا، وان شاء الله هنعمل حلقات للتصميم، وبرضو ازاي ترسمي الملكان وازاي تعملي على الملكان ده بلوزات، وكمان ازاي تعملي عليها البطرون الاشكال بلوزات جديدة اللي احنا بناخدها. تمام، بصوا بقى نيجي نعمل التعديل بتاع البلوزة بتاعتنا النهاردة. تعديل سهل قوي قوي بسيط. بصوا يا جماعة، التعديل من اول هنا يعني هو بكل الصور اللي انتوا شفتوها كله جاي من اول حردة الرقبة. انا بديكي للنقطة دي عشان خاطر تعملي تشريح لأي ملابس ماشية قدامك او اي حاجة انت شفتيها، تعملي لها تشريح على طول. تمام، فانا عندي هنا من اول نقطة حردة الرقبة بنزل باخد معايا دوران الجيرو او دوران حردة الابط، يبقى انا كده شلت دوران حردة الابط وشلت كمان خط الكتف. طب ده هعمله على البطرون ازاي؟ هنيجي دلوقتي نشوف. بصوا بقى هنيجي هنا زي ما اتفقنا، نحاول نعمل تشريح واحنا ماشيين واحدة واحدة عشان خاطر يبقى سهل وبسيط. بصوا هنا اديني هشيل الجزء بتاع الكتف وهشيل كمان حردة الجيرو. تمام، هنيجي كده بالمسطرة وهنحطها عند حردة الرقبة. تمام، وكده انا عملت التعديل بتاعي. طبعا حد الناس القديمه معانا في القناه افتكرت القصه دي بتاعه قصه الكم الرجلين، بتعمل بنفس الشكل ده، الكم بتاع الرجلين بتعمل بنفس الشكل ده، ونقص وبعدين بنركب بنفس الشكل ده. تمام، وفي برضو كم تاني عايزين ناخده ان شاء الله هنركبه، هنعمل حلقه برضو تانيه ان شاء الله. تمام، ثانية واحدة،
هقص على التعديل ولا لا؟ آه لا مش هقص على التعديل، قص هيبقى على التصميم بتاعي الاساسي، عشان لو عايزه اعمل اي تعديل بالنسبه لحده الرقبه اللي انا موجوده عندي، ولا يعني بالنسبه لحده الرقبه لازم اظبط حده الرقبه الخلفيه عن الاماميه. تمام تمام طيب دلوقتي انا هنا عندي الاماميه سوق اكبر من الخلفيه، فانا بشيل ده عن ده كده تمام، وبشيل كده الجزئيه دي وبقصها تمام كده. ده في ده في القص يا جماعه، هو ده القص تمام. واحده واحده كده هنيجي بنفس الشكل ده هنا كده اهو، بصوا كمان هيبقى بنفس الشكل ده وبنفس الطريقه دي تمام كده. تمام احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى تاني؟ هنعمل كمان قص الجزئيه اللي احنا اتفقنا عليها دي. طيب انا عايزه اقصها بالنسبه للخلف واسيبها في الامام، ينفع؟ ممكن تعمليها، بس هي احسن حاجه زي ما شفتي في الصور ان هو التصميم ده جاي مظبوط كده مع نفسه، او هو شكله حلو كده مع نفسه تمام. فعموما انت جربي، هو ده التصميم بتاعنا اللي احنا قلنا عليه تمام، هو ده التعديل. طيب بعد ما هنقفل الجناب، نتكلم بقى عن التقفيل. هنقفل الجناب تمام، وبعد ما قفلنا الجناب هنيجي عند حردة الرقبة وتركب فيها زي كولة كده صغيرة تربط بيها وما بين الامام والخلف، يعني الكولة دي هتربط ما بين الامام والخلف بيها تمام. بصوا هتبقى زي كده، يا كولة يا تعملي لها، ممكن تعملي لها على فكرة يا جماعة لو مكنوش قصينه كان ممكن تعملي لها برضو يعني كولة كاملة كده زي الكولة ريفيرد، تبقى شكلها جميل قوي قوي وسهل وبسيط تمام. هو ده التصميم بتاعنا بتاع النهارده اهو، يا رب يكون عجبكم وسهل وبسيط كده وحلو. وادي كمان البلوزه اهي، بصوا ده شكلها النهائي وده شكلها بالبطاقه تمام. جيش تعليم الخياطه والتفصيل لمريم احمد، يا ريت بقى لايكات كتير وتعليقات اكتر كده. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك جامد عليكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس بس كده، ويلا بينا ان شاء الله هنعمل حلقه تانية بالفستان جميل قوي قوي، شكله حلو قوي وسهل وبسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تعليم الخياطه مع مريم احمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحاجات دي بعد اذنك كده بيبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك استرايك للبتاع، وقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفسحه انت اللي هموت ايدك.